بسم الله اوله واخره. الجزء الثاني ديال مضغوط ديال الرفيصه البارح عجلنا مطريحه دابا باش ما تبارك الله شميت الريحه اليوم. هاله كانت مريضه مسكينه ما نصباتش معايا، جمعت الدار بوحدي، صيقت غسلت الماعن وهزت الرفيصه ودابا ذوقي ليا العدس. غندوق معاكم العدس الحلبه، يا غنشم العدس. ها نتوما ها العدس والحلبة وها لاصوص والبرمة غنفور فيها المضغوط. بسم الله. طيبة طيبة، مرحبا بك. معتبرة اي حاجة شهيتيها. لا لا، داكشي علاش انا طيبتها بوحدها باش ما تاكلهاش، اشميها تحت فنا حتى لاصوص وذوقي. البارح حتى ما صورناش ليكم، البارح رقدنا والبارح تقطروا والبارح هاد شرملتهم واليوم اختي طابو علينا نشوفو كيفاش شوفو كي جاو. غنغرسها من هنايا ضروري. بالصحة والراحة وخيركم في داركم، وشكرا بزاف على النصائح. نبدا قريتي ليكم ومتنساش تقول لي هلا عندي اختك في الساخن. لا لا لا، اول وحدة اللي تنصح ليا بس. لا انا اصلا على الشرا قلت لكم انا دايره ريزي كل حاجه بوحديتها. طيبة الحلبة بوحديتها، العدس بوحدو قدامه، هي الثومه والكريكيت درتها هي باغا ثومه، ولكن ما تكثريش منها حتى هي. اه ثومه راه هي ما تكثريش منها حتى هي مزيان. شوفوا لي الخاتر يا اختي مكمكه كريمه، مازال عاوتاني ملي غتعاود تسخن عاد زيد تنشف. فهمتي دابا طاب، تشوفوا طاب تبارك الله. هذا يا العشوب ياكي، ها هذه الحلبه. الحلبه شنو دايره هنايا؟ الحلبه والعشوب. الحلبه والعشوب ناعم حيت راه في حبغه الحلبه اللي طاحوا يا صاحبتي. وهلا ما درتش ليها المسخن في الرفيصه، فرقاتهم المسخن هنايا اختي. شوفوا والله الا ما يمكنش خاصها تشد دابا. حنا يا اختي غادي نمشيو نجهزوا شنو نلبسوا بسمه، نلبسوا شي حاجه سامبل حيت كاين الصهد اختي. واحد الصهد اليوم في 16 ما نقولش ليه، واحد الحراره واحد الحراره مسخونه بنهار ولكن بالليل راه قالوا 16 كتسطي وبرشيد راه كيداوي. برشيد درنا 16 لا برشيد قريب ل 16 16 برشيد كازا. هذه هي اول وجبه غادي ياكل رافي. هذه اول وجبه شارجي. هذه غادي تجي عشي شحال دابا والشهر دابا الشهر ما خداش شي فاست فود غير الريجيم ياك بسمه. يلا اختي سخني سخني ليا كان كي دابا صبر الرز صافي. شوفوا دابا الفعل ديالو ملي كنوجد الرفيق الحويجه ديالو اللي غادي ندير ليه هنايا. المهم هذا ماشي هذا اللون اللي غادي ندير، نيت دريم طان، ولكن غادي ندير ديال الحكنيت. درت ساليت الميك اب، درت ميك اب خفيف هذا ديال سي بيرفكت ديما كنبارطاجي معاكم. هذه الفراجو ديال فلورمار، درت هذا البنيتان من تحت وعاودت هذا الكلوس من الفوق. صافي الشفيرات اصلا ديجا مقاديه مشات حجباني. ويلي حكيت اختي ما درت لا بودغ بلا ما نديرها ندير هذه ديال اسونس. تشتريت معاك راجلي راه كنقول 38 غنبقى معايا 38 صافي.
وصلنا وجدان كتبكي من الصباح انا كنتجارو المضاف كنجمع في الحوايج يا ربي مربوحه الخير وريت نفسها وراه صغير اسمع رائعه هائله حنا دابا كاشين دابا 47 دقيقه وجدان كتبكي على التليفون بغات تمشي تسكت تسكت مع شنو هما هذوما الدراري الصغار قول لي هذوما الدراري الصغار دابا تكبر ان شاء الله تمايره شحال ما كليتيش حنا تما شحال ما كنا الحلاوه ما يمكنش عرفتي دابا كدوز فيها بحال شي عسله شي هضه بنينه ياك صحه وراحه استمتعت اللحظات ما يمشيو عليك دابا غادي يطلعوا النيفو دابا يطلعوا الفئه الصغار دابا غادي يطلعوا الفئه اقل من 18 اقل من 18 سنه اقل من 18 سنه رفيق اوكي تي موداوي تشوف واحد ما يهضر معايا لانه معكم كل شيء مهم ديال الفئه الاولى اللي غتطلع غادي نبقاو معاه رفيق غيطلع شويه معطل حيت الفئه ديالو من الكبار ومتاخره ما شاء الله حتى خميس ترحيبية لمدير هذا الدورة أحد الفاعلين الرياضيين المهتمين أيها الحضور الكريم لا تفوتنا الفرصة في هذا الافتتاح الكريم أن نشكر ونوه بكم تبارك الله عليكم ورحمة الله إلى شيء سيدنا محمد الله معاك شيء علي على الله إلى شيء سيدنا محمد الله معاك شيء علي وأكمل منك يا سيدي يا رسول الله مولانا الله الله الغني مولانا محمد عين الوجود بيعوني بيعوني ودلوني للسوق الحامي الله يا الله انا ما يشري نيامي الله يا الله اللهم ارضي على الصهرة وعلى بابا الله يا الله بيعوني بيعوني ودلوني للسوق الحامي الله يا الله انا ما يشري غير محمد زويامي الله يا الله معروفي معلومة للزوار معلومة للزوار سيدي مولاي الطيبة سيدي مولاي الطيبة يا راحة
راحت العيال يا راحت العيال. بسم الله اول ما نقول بسم الله اول ما نقول كان يعجبني مدحار صول انا مدح ولا نزول للنبي الممجد ما يمشي مكيزيد كان 21 ديال الكيران برا غنمشي ان شاء الله كامل يلا دعوا الله عز وجل كاملين. شايق قلبي باغي نزول وصلحوا عليك صاحبي وراه وعطاك الله الغني قدوس الانوار محمد زماني وغني الله مولانا الله يا ربي داوينا الله ناس زارت محمد الله وانا اسكني في قلبي الله دوك طيور اللي طاروا الله اسمع عملوا دارهم حبيبنا يا محمد عيطوا هنو بالغرام امشدوا بماناشي مجنون كل الاحوال اللي غيب قريت في اللوح المحفوظ بالصاد قاسم قطنية امان ملهيب ذنوبي والناس ملهية بيا خد حقي يا ربي ونمشي محل حتى نشوف بعينيا الصوت عمر في قلبي أهوان صوتي سريع يعمرو إن شاء الله الصالحين مريع الله مدين يا دايم كتلومني سلم ليا البيع لو بيع المحتاج اللي مجرور يعذرني ما جيتك مدح الله الا تفاجي ما بيا الله قري على بويا الغليمي الله سلطان الاولياء الله دايم يا دايم اظلمني سلم ليا سلمني في هذا الحال البيع له يشري مني البيع له هو رافيق مستريسي اللهم بارك يلا سير رافيق جبد رافيق طلع وذكر جمهور ان لنا عرض مع البطل الدولي وائل بن طالب وذكر جمهور الكريم ان البطل الدولي وائل بن طالب له عرض على خشبة مسرح القصبة الإسماعيلية كارتورة دروات ربع دورة يمين أرجو من الأبطال أن يبقوا في نظام رافق ما يمكنش
ريلاكس فاس وجيش وجهني وجهني هلا مخلوعة مسكينة بقات فيا ولكن شوفوا البروميير ديالو والله حتى ديالو هانتوما شوفوا النيفوات اللي كاينين ديالو ريلاكس كارتورا كوش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي ريلاكس بوز اريير وضع خلفي نذكر الجمهور ان لنا عرض مع البطل الدولي وائل قطان ريلاكس وضع جانبي يمين وضع جانبي يمين امسحها من وراء انسحاب انسحاب مربوحة الإخوان أوضاع حرة للجمهور فوز ديبر أوضاع حرة أوضاع حرة فرجة للجمهور بطل رقم 64 بطل الدوري الفائز في هذه الفئة بطل رقم 38 تسلم الجائزة صور تذكارية مع الأبطال صور تذكارية صور تذكارية دخل دابا السيد راه صرافي شنو هذا شنو هذا البنت شنو نقول البديه هلا مبروك علينا هي او مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال هي او مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال هي او مبروك علينا هذه البدايه بروميير ديال جوج مرات واللي ما بغانا هكا ديما موتو يا سميمة هكا ديما موتو يا سميمة فرحانين رفيق مبروك عليه مبروك عليه مبروك عليه نورتي سطات مدام ديالك نورتو السطاط مرحبا بكم واليوم غيكتب ليهم داكشي اللي كنا كنصاوبو الرفيسه غادي تدخلوا معانا الرفيسه العريس تنضمه وسقلي وشعر مبلي واختي شوفوا دابا عرفتي معايش غناكلو يا اختي هاد المضهيس عرفتو شحال سخن كالعاده بس ما كاينش بس ما كالعاده معايش ثلاثه ولا اربعه ناري باش عرفوا صاحبتي كتفكر لي ما بغاش تحط الحلبه ولا مسخن هنايا حاطه غير عديسه وتويمات قالت لي صاحبتي اللي بغى اختي الحلبه والمصاخن عالجبابن عالجبابن هز هادو شي ديال بريستيج شويه نجيبو الكاسرونه والطبله ما يبقى بريستيج شويه البنات سمعوا
سبحان الله قلنا راه هذاك الشيء ما غيقدش. ايوا هذه طبيصيل مكتب لواحد البنيه سبحان الله هي كبسمه قلنا عرفتي شنو البارح بسمه فاش عمرت القصريه بالمسمن واش سبحان الله الطبيصيل قالت لي مع شكون اللي غيكتب لي هاد الطبيصيل وكتب لي ديك البنيه مسكينه. ايوا اختي شوفوا لي داك الشيء ديال البريس البيض قالت لي هلا لا صافي بلاش اختي البيض ومقعد كنت لو تطلق راسنا مسلوق علينا اول وحده غيدوقوا بسم الله النمقه فلا بسم الله كما حنا نتبعوا حلفي بلا مسخن هاد مسخن والحلبه هنا بوحديتهم وهنا كاينه العديسه والمريقه والتويمات فين تقدر تصبر انا دابا ناكل انا يلا اختي زيد بسم الله تبعيني تبعيني جايه بسم الله اوله واخره باش كتحس سهل تمارا اللي صدعناك بها سهل الصداع اللي صدعناك بصحتك وراحتك وتستاهل وحنا فخورين بك شوفوا كيهز المساخن وكياكل يلا يلا اش كتتناوي اذن بارك الله يا اختي بسم الله يعطيك الصحه مرحبا والف مرحبا